السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو بعنوان الخطابة. الخطابة في اللغة تعني فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته والتأثير فيه. الخطابة هي فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته والتأثير فيه. من خلال التعريف نتوصل إلى أن الخطابة تقوم على الكلام، ولا بد أن يكون كلاماً مقنعاً يستميل ويؤثر في المستمعين. وتتنوع الخطب بحسب موضوعاتها إلى خطب دينية، وهي خطب تلقى في الجمع والأعياد والاستسقاء والدعوة والإرشاد، كما أن هناك خطب سياسية وهي ما تلقى في المحافل السياسية والمؤتمرات واللقاءات الدولية، كما أن هناك خطب حربية وخطب محفلية. ولتكن على علم عزيزي الطالب أن هناك شروط يجب توافرها في الخطيب، منها أن تكون مخارج الحروف سالمة من العيوب، أن يكون صوته جاهرا يمكنه من إسماع الحاضرين، أن يكون على علم ودراية بنفسية المستمعين لمخاطبتهم بما يناسبهم، أن يكون حسن المظهر بحيث يحظى باحترام الناس وتقديرهم، أن يكون لديه الاستطاعة على أن يلون صوته حسب موضوع الخطبة. ولتكن على علم أن للخطبة الجيدة مواصفات، لابد ألا تكون طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، بحيث تركز على الموضوع الرئيسي وتستوفي حقه، أن تكون ذات موضوع واحد بأن تدور حول فكرة معينة أو موضوع خاص، أن تكون ذات أسلوب مناسب لأحوال المستمعين. والآن ننتقل إلى بناء الخطبة. تتكون الخطبة من بناء يقوم على ثلاث عناصر: المقدمة، العرض، الخاتمة. المقدمة ولها أهمية كبيرة لأنها تعد السامعين لموضوع الخطبة. وللمقدمة الجيدة مواصفات، منها أن تكون جيدة متصلة بالموضوع ممهدة له، أن تكون مشوقة تجذب المستمعين إلى موضوع الخطبة، أن تناسب الخطبة طولا وقصرا. ومن أنواع المقدمات التي يستخدمها الخطيب البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التمهيد بما يشغل حماس المستمعين ويثير شوقهم، البدء بآية أو حديث أو حكمة. أما العنصر الثاني من عناصر بناء الخطبة وهو العرض، وهو صلب الخطبة. وإذا أمكن للخطيب أن يستغني عن المقدمة فإنه لا يمكن له الاستغناء عن العرض، بمعنى أنه هو أصل الخطبة، ولا بد أن يتصف العرض بأشياء أهمها: وحدة الموضوع، الترتيب والتسلسل والترابط المنطقي للأفكار، التدرج في العرض من الأهم فالمهم ومن العام إلى الخاص، الوضوح التام في المقاصد والغايات. أما العنصر الثالث من عناصر بناء الخطبة وهو الخاتمة. والخاتمة لابد أن تتصف بما يلي: ألا تكون بعيدة عن موضوع الخطبة لأنها امتداد له، إيجاز أهم ما ورد في الخطبة، التعبير بأساليب مغايرة عما جاء في العرض. وبذلك ننتهي من بناء الخطبة. والآن أتركك عزيزي الطالب مع النشاطات الخاصة بالدرس.